2 تايمر وايضا مزوده ب2 ريموت كنترول. والحقيقه ضبطت هذه القنبله داخل قسط للبن داخل الشقه، ايضا ضبط داخل الشقه على 8 قنبله يدويه محليه الصنع و8 بندقيه خرطوش، وايضا ضبط 498 طلقه اليه و475 طلقه خرطوش. اثناء يعني مناقشه المتهم اكد على انه حصل على هذه الكميات الكبيرة من المواد المتفجرة والقنابل من أحمد يونس أمين عام حزب الحرية والعدالة بمنطقة المعادي، وبيسألوه هو فين، قال إن هو يعني خرج خارج البلاد إلى قطر بعد فض اعتصام رابعة، وإن هو اللي اداله هذه القنابل وهذه الأسلحة النارية. في البداية قام بتخبئة هذه الأشياء في منطقة جبلية، ثم بعد ذلك قام بنقل المواد المتفجرة والقنابل والأسلحة النارية إلى داخل هذه الشقة. ليس هذا فقط نجلاء في الانفرادات، ولكن السيد وزير الداخلية قرر إنهاء خدمة 10 من الضباط الملتحين بناء على المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة، واللي بتنص على يعني في حالة عدم الإزداء والنصح والالتزام ب يعني قواعد الهيئة الشرطية بيتم إنهاء الخدمة. تم بالفعل إنهاء خدمة 10 من الضباط الملتحين. الحقيقة هما كان عقب ثورة يناير عدد من الضباط والأفراد قاموا بإطلاق اللحية، تم النصح والإرشاد للبعض اللي امتثل بالفعل وقام بحلق اللحية، وقرر وزير الداخلية السيد محمد إبراهيم يعني إعادتهم إلى العمل. 10 من الضباط لم يلتزموا وقرر إنهاء الخدمة تماما ل10 من الضباط الملتحين نجلاء. محمد، يعني تم ضبط 3 متهمون ينتمون للجماعة الإرهابية في الخبر الذي قرأناه منذ قليل، وجاري التحقيق معهم، هل تم ضبطهم داخل هذه الشقة التي ضبطت فيها القنابل والأسلحة في 6 من أكتوبر؟ بالفعل يعني هو الشخص اللي هو أشرف عبد الفتاح عبد الفضيل هو بالفعل بينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الحقيقة موجود 2 آخرين من المتهمين تم ضبطهم، وجاري الآن مناقشة الجميع ويعني الوصول هل قاموا بارتكاب أي أحداث. طبعا بالتأكيد أنه الأشياء دي كانت هتنزل الشارع وكانت هتتعامل في أعمال إرهابية، لكن المناقشة ستكشف هل قاموا ببعض الأعمال الإرهابية أم لا نجلاء. نعم، محمد علوي من وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك. في الملف السوري، عقد أحمد الجربة رئيس الائتلاف الوطني المعارض مباحثات مع وزير الخارجية نبيل فهمي بمقر وزارة الخارجية. تناولت نتائج مباحثات المعارضة السورية في العاصمة الروسية موسكو ونتائج الجولة الأولى من مفاوضات المؤتمر الدولي جنيف 2 بين الحكومة والمعارضة بشأن الأزمة في سوريا. كما استعرض الجربة مع فهمي التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد ناشطون سوريون أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى حمص القديمة في محافظة حلب توقفت اليوم لقصف القوات الحكومية لأحد أحياء المدينة على الرغم من اتفاق الهدنة. كان برنامج الغذية العالمي يستعد اليوم لإدخال شاحنات محملة بالمواد الغذائية إلى المناطق المحاصرة منذ 1.5 عام في حمص القديمة، وذلك بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة يسمح أيضا بخروج المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن. في أول خطوة ملموسة للمحادثات التي انطلقت قبل أسبوعين في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، أجلت سوريا عشرات المدنيين المحاصرين على مدى 1.5 عام تحت حصار تفرضه قوات الحكومة السورية على مدينة حمص المدمرة، وجرى إجلاء 83 مدنيا من مناطق الصراع بموجب وقف مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضين، والمتوقع أن يستمر 3 أيام يتوقع خلالها الهلال الأحمر مغادرة 200 شخص لتلك الأحياء
بينما أعلنت السلطات السورية أنه سيتم توفير العلاج الطبي والمأوى لمن يتم إجلاؤهم وإرسال مساعدات إنسانية للسكان الذين يفضلون البقاء في حمص. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لوكالة الإغاثة بالوصول إلى وسط حمص منذ بدء الحصار، حيث بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية والمقدرة بثلاثة أطنان من الإمدادات الطارئة في الدخول إلى المناطق المحاصرة وسط حمص، والتي تكفي لتغطية احتياجات نحو 2500 شخص يعانون الجوع وسوء التغذية. ومن المتوقع أن توصل فرق الأمم المتحدة إمدادات غذائية وطبية وغيرها من الإمدادات الرئيسية لنحو 3000 شخص محاصرين في ثالث أكبر مدينة في سوريا، حيث تتكدس الشوارع بالأنقاض ويعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية بحسب ما أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا. ومع تضاؤل الأمل في الوصول لتسوية للخلافات الرئيسية، كان السماح لدخول المساعدات الإنسانية أول نتيجة إيجابية من محادثات السلام المقرر استئنافها يوم الاثنين المقبل في جنيف. الحكومة ستشارك في الجولة الثانية من المحادثات. إن استعادة السلام والاستقرار في أنحاء الجمهورية العربية السورية يتطلب وضع نهاية للإرهاب والعنف. وبينما تطالب المعارضة التركيز على التحول السياسي شريطة التوصل لتسوية سلمية للأزمة، تصر الحكومة على إعطاء الأولوية لإنهاء الإرهاب بين المعارضة والحكومة، ويظل المئات بل الآلاف من السوريين المدنيين يعانون من أزمة استمرت لثلاث أعوام. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب سيد أحمد عبد المجيد، عضو المكتب التنفيذي بهيئة التنسيق الوطنية السورية. سيد أحمد، هل ما زالت عملية تقديم المساعدات متوقفة وماذا تفعلون؟ هل هناك أي وساطات أي مفاوضات لاستئنافها؟ أولا أرجو تصحيح الاسم، الاسم محمد عبد المجيد منجون. الأستاذ أحمد محمد عبد المجيد منجونة. أهلا بحضرتك يا فندم. اثنين، موضوع المعونات وتقديم الإغاثة للمناطق، أنتم تعلمون قطعا أن المسألة تعاني منها سوريا بأكملها، ليس فقط حمص، هناك الكثير من المناطق محاصرة ولا يصل إليها أي شيء آخر. لكن حمص أخذت هذه الضجة نتيجة التركيز الإعلامي عليها. هناك في كل سوريا حاجات ملحة وضرورية جدا للإغاثة وتقديم العون، لكن ليس هناك من اهتمام بها كما هي حمص. أما حمص فالاتفاق اللي تم بين المحافظة في حمص من المقاتلين ومن المقاومة، اتفاق تم تنفيذه، إلا أن هذا التنفيذ يتباطأ بعض الأحيان بسبب إشكالات ما يتعلق بالذي سيسمح له بالخروج من حمص سالما. ومن هنا تأتي المشاكل التي تؤخر بعض الأحيان الإغاثة. لكن الإغاثة الآن مثل ما أعلنتم هناك مجموعتين دخلت إلى منطقة حمص وتم توزيع الإغاثة فيها. وهناك أيضا مساعي من أجل استمرار هذه الإغاثة، لكنني أؤكد على أن الكثير من المناطق في سوريا تحتاج إلى إغاثة سريعة وإلى تقديم ذي العون إليها. طيب، هل هناك ما يعيق تقديم المناطق سيد محمد؟ كل منطقة تتصف بصفات خاصة في العلاقة القائمة بين أطراف النزاع. هناك مناطق يعني لا يمكن الدخول بضمنها من أجل البحث في تسوية نتيجة الانغلاق الكامل لأي حركة خارجية أو داخلية إلى المنطقة. وهناك مناطق أغلقت أمام أبواب التنقل من منطقة داخل هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، كما نحن الآن بحلب. المعبر الذي كانت تمر منه الناس وبعض المواد، هذا المعبر أغلق، وبالتالي أدى إلى أنه هناك سيصبح هناك حاجة ملحة للمواد، وأيضا انعكاس هذا الإغلاق على الأسعار في هذه المواد الكبيرة، أسعار مرتفعة جدا. شكرا لك سيد محمد عبد المجيد منجونة، عضو المكتب التنفيذي بهيئة التنسيق الوطنية السورية من حلب.
أعلن مسؤول إيراني استعداد طهران للرد على أسئلة مفدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال المحادثات المتوقع إجراؤها اليوم السبت. وذكرت إيران أنها ستتعاون مع الوكالة لتوضيح أي نقاط غامضة حول الأنشطة المتصلة بتطبيقاتها النووية وتخطيب اليورانيوم. يأتي اجتماع السبت قبل 10 أيام من بدء محادثات بين إيران والقوى العالمية حول اتفاق طويل الأجل بعد الاتفاق التاريخي المؤقت بين إيران والقوى العالمية، والذي دخل حيز تنفيذ الشهر الماضي. كشف رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة عن إصدار تنظيم داعش عملة خاصة بما يسمى إمارة الأنبار، مؤكدا أن ذلك يعد دليلا لكل من ينفي وجود التنظيم في المحافظة. ومن جانبها أمهلت وزارة الداخلية العراقية 7 أيام لمن وصفتهم بالمغرر بهم من أبناء الأنبار لتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية في إطار مبادرة السلام لحل الأزمة التي تشهدها المحافظة منذ ما يقرب من 2 شهرين، وتقدم مبادرة بسحب الجيش من المدن وإيقاف جميع الإجراءات القانونية بحق المتظاهرين السلميين وإعادة النازحين وتنفيذ عمليات إعمار بالمحافظة. بانورامانيا مستمرة ولكن فيها بعد قليل. المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب في إفريقيا الوسطى.